المشرف اللي قدامنا دلوقتي ده نجم الكوميدي في المسرح وفي السينما وفي المونولوج، الفنان اسماعيل ياسين. بقى يا اخوانا احسن ابتدى يعيط من التأثر. لا انا في الحقيقة لبست النظارة عشان بس اشوف ارد عليك ازاي. استاذ اسماعيل افندم، انت لبست مراية تظهر قدام الناس ومتهيألي انك انت متنكر في حاجة، وهي على الاقل في سنك، فممكن بالمناسبة دي تجرب حظك تقول لنا انت بالظبط سنك كام سنة؟ يعني في 16 سبتمبر سنة 1957 ايوه هبقى عندي اخويا كده بالتمام والكمال 45 سنة. حقيقي ما شاء الله، يعني عيني عليك باردة مش باين عليك. لا هو مش باين انما داخليا باين جدا يعني. طب الصبغة يا استاذ طاهر ما بتخليش حد بيبقى عنده 45. طب تفتكر داخليا يعني انت تاخد كم سنة بالظبط؟ ها؟ داخليا عندك كم سنة؟ غير المراقبة؟ طب الحقيقة احنا سمعناك كتير قوي بتضحكنا. لكن مش قادرين نفهمك ابدا يعني. ليه يعني لغز؟ لا بالعكس. لا اصل ما كانش في اي موقف يعني كنت بتبان فيه وتتكلم جد يعني. فافتكر دلوقتي هنحاول نكتشف في الحكايه دي. يو؟ يعني ما مش عاوز تبقى جد ابدا؟ ما مش عاوز تبقى جد ابدا؟ لا ما يعني في الحقيقه التملي الشعبي العظيم كمان بيحب يشوفني انسان ضاحك، لانه هو اتعود على انه يشوفني انسان تملي بضحكه وبحاول اضحاكه، فيعني ما يحييته. انما يعني اذا جيت للحقيقه الفنان له متاعبه وله مصايبه وله حياته الخاصه اذا يعني يعرف بيها الشعب. لازم يتعب معاه، وزي ما بيشاركوا في انه بيضحكوا واكد لك انه هيبكي مطرحه وبدله 100%. لا يا استاذ اسماعيل احنا مش عاوزين نبكي، وطبعا في وجودك مش هنبكي ابدا. الله يخليك، ربنا يكبر. لكن اللي انا عاوز اقول الحقيقه انك انت دلوقتي في القمه. الله يخليك. من حيث فنك وشهرتك وثروتك، لكن يمكن ورا القمه ديت زي ما انت بتقول طريق طويل من الكفاح. طبعا. هل انت يا ترى يعني تعبت في بادئ حياتك وكانت ظروف نشاتك ايه؟ باختصار يعني. باختصار ظروف نشاتي انا من مدينه السويس. ايوه. وبعدين الظروف ان انا خدت 6 جنيه من ست امي وهربت على مصر، لان ناس قالوا لي انك صوتك حلو وبتاع، وجيت معهد الموسيقى يالا. طبعا لقيته قافل لانه كان في الصيف. وبعدين كم سنة ده يا استاذ اسماعيل؟ ده سنة يعني وانا عندي تقريبا بالظبط زي 17 سنة. وجيت طبعا هنا وشاب طايش وكان معايا 6 جنيه طبعا انا ما بشوفهمش ضيعتهم، وبقيت محتاج في مصر اروح فين اجي منين. ليا ولاد خال كانوا بينزلوا عند والدي باستمرار وكان بيكرمهم، وبعدين رحت قالوا لي جاي ليه اول ما شافوني؟ جاي ليه؟ قريبكم. قالوا لي طيب وجاي فسحه؟ قلت لهم لا والله انا جاي هنا يا جماعه. قالوا لي روح معهد الموسيقى عشان تتعلم الموسيقى وما اعرفش ايه. قالت واحده قالت لي ليه اخوي؟ احنا اخويا ما نحبش حد يبقى في عيلتنا مطرب. قال يعني المطرب ده مثلا فيه المخدرات والبتاع. انا هي الظروف عكستني، سبتهم لان نفسيتي ما يعني ما تحملتش، وبعدين مشيت بقى، خلصت الفلوس، بقيت ماشي في الشوارع واروح
يعني مش قادر اقول لك كنت بنام فين علشان دي حاجة مؤلمة طبعا، الا اذا كان يعني هي في الحقيقة ان انا كنت الف طول النهار وما كانش ليا شغل، ما كنتش اعرف حد في مصر، وبعدين الاقي ادور على حتة انام فيها، كان اخر ملجأ الواحد بينام فيه او انا كنت بنام فيه هو السيدة زينب. وبقيت يعني مثلا انام وبعدين الراجل الامام بتاع الجامع يرفسني برجله كده يقول لي قوم، لغاية ما علموني. ويعني هو كانت السيدة زينب طول الليل بتبقى فاتحة، لما يظهر على قدمي انا ده مفتاحها الفجر بس. فكنت بنام في السيدة زينب وكان الراجل معلمني، لان انا ما كانش معايا فلوس وحالتي بقت بطالة ودقني طلعت وهدومي اتسخت. وبعدين اخيرا لما اضطرت من السيدة زينب رحت في جامع في السيدة زينب برضو اسمه مراسينا، جامع مراسينا، رحت عين احتست، رحت طب اعمل ايه، رحت دخلت في جامع مراسينا لقيته زحمة، استخبيت ورا الباب من تعب نمت. بعدين لقيت واحد بيصحيني بقول له افندم، قال لي قوم. قمت، قال لي تسمح تيجي البيت افندم، قال لي انت اللي سرقت طعم الشاي ولازم نوديك في ده. قلت له والله العظيم انا اول مرة انام عندكم هنا، ما جيتش ابدا قبل كده انام. يعني شيخ الجامع راجل طيب، حكيت له حكايته، قلت له انا هربت من ابويا وخدت 6 جنيه وابويا تعبان وانا عاوز اسافر السويس، اروح فين اسوي ايه؟ اللي هي الراجل طلع طيب، خدني على بيته غسل لي هدومي وقال لي يا ابني عشان ما تنزلش لابوك مبادل، واداني 35 قرش وكان الركوب ب 32 ونص. فوصلت السويس لقيت ابويا بدل ما كان محل كبير في محل صغير وحط الترابيزه، وهو اللي كان بيشتغل بايده عشان هو صايغ كويس دقي، فبقى يعني يشتغل هو بايده علشان خاطر نمشي احنا عيط وخاطر نمشي. فاذا كنت دلوقتي يعني بتشوفني يعني ربنا مرفع عني، يمكن علشان انا استحملت التعب والغلب والشقة والمرمطة حتى اني وصلت الى هذا، ولذلك ربنا بيديني وبيديني بهذا الشعب الجميل الحمد لله. طيب يا استاذ اسماعيل، الصور اللي انت بتديها لنا دي لازم تؤدي بينا الى انك انت خرجت من صاله ودخلت صاله وخدت مثلا اجور بسيطه جدا في بدايه. ايوه انا اول ما اشتغلت عند المرحوم عز الدين سنه 1934 ب5 جنيه ونص. ال5 جنيه ونص دول كنت مأجر سموكن ب10 ساخ، وكنت باكل بال2 جنيه ونص وانام منهم واعمل مونولوجات منهم وامثل منهم. وبعدين مرت الازمه ومرت الظروف ومرت الايام، وبعدين جت السينما، الا ان الظروف دلوقتي مش زي الاول طبعا، يعني السينما عندنا ما بقتش زي الاول، الناس ابتدت الوعي والسكوب والالوان طبعا لما بنيجي احنا نعمل فيلم طبعا القصص عندنا اصبحت يعني ضعيفه شويه بالنسبه للي بيشوفه الشعب اكتر فاكتر، والدنيا بتتطور. ودي قدامك اهو، شوف انت عاوز تعمل فيا ايه. طيب فيني. طب بمناسبه الحديث عن السينما، ايوه فندم، في نقد بيوجه اساسا للسينما المصريه، ايوه، وهو ان الوجوه ما بتتغيرش، وبيوجه هذا كمثال عليك انت بالذات، انك انت بتظهر في 17 او 18 فيلم، فبتستهلك الوجوه، وبيبقى الجمهور يعني عاوز وجوه جديده، ايه رايك في الحكايه دي؟ اقول لك يا سيدي، المنتج ما بيحبش يجيب ممثل جديد لسه اقول لك انا هعلمه ولسه هبيح في سوريا ولبنان، ويا ترى هيشتروا مني بهذا الاسم ولا ما يشتروش، يقول لك انا اتعب نفسي ليه؟ انا اروح جايب سماعين على مثلا على فلان على خليل على سيد على محمود وهوب بقى فيلم، وهاتوا اسماعيل هنا. ايوه، وبدي اقول لك ان كمان في حاجه مهمه جدا، ان الوجوه الجديده لما بتيجي تتقدم عشان بتشتغل في السينما يعني بيبقى الوجه جديد لسه عاوز طبعا الطبطبه والحنيه، ومثلا الشط اللي اشتغله مثلا ضئيل يقولون والله عيده تاني، والله احسنت، والله ابدعت. لا، المخرج هنا صعب قوي، والمنتج بيقعد متنمر علشان الفيلم بيشتغل من غير مثلا ما بيجيب نتيجه ووجه جديد عمال يترعش، يقول لك انا ايه اللي حكى لي، اتعب نفسه اقعد اجيب وجه جديد، اقعد. انما لو كان في طولة بال من المنتج
وطولة بال من المخرج وطولة بال من الممثلين لما يقعدوا يشوفوا وجه جديد لسه ولسه بيقول تت تت مسعد تت بتاع ويقولك احنا لسه هنستنى لما هنقعدوا تت ما خلصت بقى عشان عندي فيلم تاني وده عاوز يقبض وده عاوز يقبض وده عاوز يقبض وده والحياة كده يعني. انما الوجوه الجديدة تأكد 100% ان شاء الله قدامها مستقبل خطير جدا. الحقيقة لما بتكلم عن وجوه جديدة ما اقصدش وجوه يعني لسه جاية من الشارع هو انما اقصد وجوه عندها قدر كافي من الالمام بالفن السينمائي. ومن الممكن في الناحية دي مثلا يكون في معهد للتدريب بحيث ان المتخرجين منه هم اللي يقبلوا على السينما. انما بقاء السينما المصرية على الوجوه القديمة مهما كانت ممتازة هو ده بالذات اللي بيخلي الجمهور ينصرف عشان باستمرار السينما بتعتمد على وجوه جديدة. لا لا يا استاذ لا وانا لا اقرك على ان في ممثل يطلع من معهد وبشهادة. التمثيل عبارة عن حفة دم وفطرة وطبيعة. انما ممثل يخرج بشهادة عشان يخرج يمثل بيها برا وهو يمكن ما يصلحش انه يكون ممثل. انا ما اعرفش انا اعرف ان بشارة وكيم الله اظن انا بقول لك قبل كده بقول لك عن تاريخ حياتي اللي انا اتمرمطت واتبهدلت لا دخلت معهد السيدة زينب ده جامع السيدة فبيبقى المتفرج وهو قاعد يتفرج بيبقى مش مستريح عاوز الوش اللي تملي جذبه جذبه وانا يمكن من الوش اللي بيكذب طيب يا سيدي طب ايه بالذات في وشك اللي بيكذب؟ ايه؟ ايه في وشك انت اللي بيكذب؟ اعتقد ده هم قالوا لك بقه. طب انا عاوز اعرف اثر بقك في حياتك. ابدا يعني كنت بمثل فيلم وكانوا مسميني في الفيلم بقه. فمن هنا مشيت حكاية بقه انما انت لما تبص حضرتك لبقي ما تلاقوش ابدا. يعني قول لي بقه شو يعني قول لي كده انا فيه. فمن يعني من هنا ابتدت الناس تاخد فكرة عن بقي ولما لقيت الناس يعني بيحبوا انهم يعكسوني ويقولوا لي يا بقي وما اعرفش ايه ابتديت اعمل مونولوج عن بقي وابتديت كل ما امثل في السينما والاقي حاجه مش عاجباني كده بقي كده ومن فمن هنا ابتديت استغل بقي. طيب قول لي قفلت. طب المسرح المسرح دلوقتي انت صاحب مسرح كوميدي ايوه فن وبرضه لازال المسرح المصري بيتعثر وتعبان قوي تفتكر ايه السبب وايه دورك في الحكايه دي؟ دوري انا شوف يا استاذ يعني انا كل ما امتلكه من فلوس حطيته في المسرح وفي الحقيقه المسرح جميل جدا لانه يعني بيبقى حل مثلا قاعدين واقف قدامك وعمال اتكلم واخواني كلهم مبسوطين من الحديث وعمالين يضحكوا انما انا في السينما يعني لما مثلا اعمل شوت وما عجبش المخرج بعيده تاني مره واثنين وثلاثه وبعدين بيتفرجوا عليه الجمهور بيضحكوا انما اقصد اقول لك ان المسرح اله حيه انما السينما اله صامته فمن هنا انا حبيت المسرح اكتر دلوقتي ما بحب السينما. واصل انت كمان نشأتك نشأة جماهيرية يعني انت بتصغر في المونولوج مع الجمهور بيتفاعل معاك يعني فلازم يفضل الحكاية دي لها اثر في نفسك مفيش شك يعني دي من اهم العوامل بس المونولوج حاجة والتمثيل على المسرح كممثل مسرحي حاجة تانية. فمن هنا ابتديت انا اول ما عملت المسرح خفت اقول لك الحق فحطيت جميع الامكانيات في اخواني الممثلين